يقول: هل قول بعض الناس وتردادهم بقول إن الله غفور رحيم استهانة بالمعاصي، هل هذا من صور الإرجاء؟ هي نعم، اللي يعتمد على الرجاء فقط ويعمل ما يشتهي ويقول الله غفور رحيم، هذا أشر من المرجئة، هذا شر من المرجئة، لأنه تساهل في الذنوب والمعاصي وأفتى لنفسه. نعم. وإني الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الشروط. نعم. ثم إن هذا الذي يقول الله غفور رحيم وتمادى في المعاصي، لماذا لا يذكر قوله شديد العقاب؟ الله قرن بينهما في آيات، منها قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لماذا يأخذ بعض الآية ويترك بعضها، أو يأخذ بعض الآيات ويترك البعض الآخر، يعني على هواه؟ ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرجئة كلهم على العموم أخذوا بآيات الوعد وتركوا آيات الوعيد، هذه طريقة المرجئة. نعم.